أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم كلنا مسؤول. أحابب في البداية أصب على زميلتي سارة صباح الفل. وحابب أصب على الأستاذ تامر العراقي نجم فقرة بنصب عليك. صباح الخيرات. ومعانا في الاستوديو ومعانا في الاستوديو طبعا الدكتور اللي مشرفنا الدكتور أشرف درويش رئيس مجلس إدارة جمعية إرسم بسمة متواجد معانا. صباح الخيرات أشرف. صباح الفل. صباح الفل أستاذة سارة. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلنا مسؤول. النهاردة وكالعادة جايبين إن إحنا كلنا مسؤول، فجايبين لكم مشكلة الناس كلها عامة دلوقتي بتتكلم فيها في فترة قليلة قوي، وكلنا مستغربين الحدث اللي بيحصل. الناس بقت بتموت بكثرة، ومش بتموت عادي، ده قتل أكيد كلنا عارفينه وكلنا شفنا، والأخبار منتشرة على السوشيال ميديا إن كل يوم نصحى على خبر واحد قتل مراته، واحد قتل بنته. حاجة بقت في منتهى الأسوأ، وحاجة مؤلمة جدا ووجعانا كلنا طبعا. إحنا لحد دلوقتي مش عارفين إيه السبب اللي بيخلي إن المواقف دي تحصل كل يوم. وخاصة أنا شايفة حاجة غريبة جدا إن كل اللي بيموت في الفترة دي شباب. يعني أنا مش عارفة ليه الشباب يأسى، أو أكيد في ظروف، يعني الله أعلم. لا هو يعني معلش برضو عشان نتناقش فيها قبل ما نخش الفقرة الجميلة بتاع بنصب عليك وفقرة الدكتور أشرف، حابين نقول حاجه. لا في اسباب، يعني احنا لازم احنا ندور على الاسباب. يا استاذ سيد، مش الاسباب اللي هي توصل للقتل. يعني اكيد المفروض في هل البعد عن الدين، هل السلبيات، وطبعا الدكتور اشرف طبعا متخصص في هذا الامر هيشاركنا، بس بعد الاستاذ تامر من فقره بنصب عليك. بصب عليك السيد، بصب عليك يا ساره، بصب على الدكتور اشرف، بصب على اعزائي المشاهدين. اهلا وسهلا بكم، صباح الخير، صباح الفل. هصب عليكم النهارده ان شاء الله بخبر جميل جدا وبشرة. السعودية تفتح أبواب العمرة، ودي بشرة سارة لانتهاء أوجاع مرض كورونا. ومعايا برضو هصب عليكم بخبر كويس، أو عايز أقول لكم أن في فيديو معروض اليومين دول جميل جدا، لفت نظر ناس كتير على السوشيال ميديا وعلى التواصل الاجتماعي، أن زوج بيتغدى مع زوجته في مطعم كشري، فراحت ملبسه طبق الكشري. فعايز اعرف ايه السبب، هل الكشري السبب ولا الصلصه ولا الدقه ولا ايه؟ يمكن ان فعلا السوشيال ميديا كلها بجد واخده الفيديو ده ليه غريب وكوميدي، بجد حاجه كانت جميله جدا 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 جدا. معانا ايه تاني يا استاذ تامر في فقره باب نصب عليك قبل ما نخش على دكتور اشرف والفقره الجميله بتاع معانا؟ هما الخبر اللي هو السعوديه وكنا عايزين ناخد راي حضرتك في الموت والقتل اللي بيحصل من دول، اكيد بقى بما انك متابع السوشيال ميديا. يعني هو دلوقتي بالنسبه للحاجه دي بقت ظاهره غريبه. يعني انا قريت من يومين ان زوجه موتت اولادها الثلاثه والزوج، لا حاجه مؤلمه. ومن قيمه برضو من امبارح برضو لسه بتفرج برضو كده. طب الحاجه المؤلمه دي ممكن عشان لسه على الصبح، عشان الساده المشاهدين ما نلمهمش على الصبح ولا يا دكتور اشرف؟ لا احنا حابين بقى بجد ان احنا في وجود الدكتور اشرف درويش رئيس مجلس اداره جمعيه ارسم بسمه، حابين ان احنا نتكلم على دور المنظمات العمل المجتمعي خلاص على ارض الواقع بالتوازي مع الدوله. ويمكن حضرتك من الشخصيات او من الكيانات الموجوده في الاسكندريه وغرب الاسكندريه، ويمكن الجمعيه لها باع كبيره جدا ارسم بسمه على ارض الواقع. حضرتك هتكلمنا ليه يا ساره؟ عايزين نعرف من حضرتك الجمعيه ايه الدور اللي بتقوم فيها على ارض الواقع، يعني ايه اللي حضرتك حققته في الفتره اللي اتعملت فيها الجمعيه لحد دلوقتي؟ اولا تحياتي لحضراتكم، تحياتي لحضرتك استاذ ساره، استاذ سيد، استاذ تامر، واستاذ برنامج كلنا مسؤول، تحياتي للساده المشاهدين. اولا انا بركز على نقطه مهمه قوي، دور منظمات المجتمع المدني هي الشريك الاساسي للدولة. منظمات المجتمع المدني بتعمل بالتوازي مع مؤسسات الدولة إجمالا، ومع ازدياد التوسع الحضري في المرحلة الأخيرة، خاصة في النصف القرن العشرين، النصف الأخير من القرن العشرين، زاد عدد الناس، زادت المناطق العشوائية، زادت المشاكل، مما أدى إلى زيادة المشاكل الاقتصادية والصحية والأمنية، أدت إلى المشكلة اللي حضرتك أثرتها في بداية الحلقة، إن في مشاكل كتيرة بتحصل جديدة على المجتمع وغريبة على المجتمع المصري خاصة. يعني حضرتكم بتقدروا تحلوها؟ يعني إحنا دورنا كمنظمات مجتمع مدني أساسا هو ده بقى،
ان احنا نعالج سلوكيات الانسان، ومش معنى ان احنا منظمات المجتمع المدني ان هي دورها تاكل وتشرب فحسب، لا، هي دور منظمات المجتمع المدني بتقوم بادوار مهمه جدا، ان احنا ازاي نطور سلوك، نغير مفاهيم، نقوم بدور متوازي مع دور الدوله، ان احنا نحقق اهداف الدوله في المجتمع، نسلط الضوء على سلبيات ونعالجها ونعالج المشاكل بحدود الامكانيات المتاحه طبعا تحت مظله الدوله وبالتوازي مع اجهزه الدوله والتعاون، بنقوم بدور الوسيط بين المواطن والمسؤول. لو في مشكله بنسعى ان احنا نعالجها من الاساس، ونحاول نبدا نعالج المشكله قبل، يعني نعالج الازمه قبل حدوثها وبعد حدوثها، يعني قبل حدوثها ندرس المشاكل اللي ممكن تحصل والازمات المستحدثه على المجتمع، خاصه المجتمع المصري، المجتمع المصري اللي كان يتميز بالشهامه وبيتميز بالنخوه وبيتميز بالعادات والتقاليد اللي العالم كله كان بيحتذى بها. وانتوا بقى مقتصرين على المقر اللي حضرتكوا فيه، يعني المقر اللي انتوا فيه، ولا على مصر كلها شامله؟ لا، احنا شغل الجمعيه كجمعيه ارسم بسمه هي جزء من كيان كبير قوي. جمعيه ارسم بسمه احنا عاملين اساسا كيان بيضم 16 مؤسسه وجمعيه خيريه، كلنا مؤسسين مبادره اسمها كلنا لبعضنا رحمه. المبادره دي بتضم عدد من جمعيات، منها جمعيه المؤتمر لحقوق الانسان، ارسم بسمه، الرابطه الاخويه، جمعيات متعدده الى جانب، وكلها جمعيات متخصصه. عندنا جانب الاطعام، مؤسسه سواعد المخصصه، بنعمل مطابخ على مستوى الجمهوريه. الشفاء، عندنا سواعد الشفاء، عندنا مجالات متعدده كتير. يعني انتوا بتجيبوا قوافل طبيه بتساعد الناس؟ بنعمل قوافل طبيه في الاماكن العشوائيه، في الاماكن الصعبه قوي اللي صعب وصول الناس ليها، المستشفيات بنعمل قوافل طبيه وقوافل اعلاميه. هو يا دكتور اشرف، معلش هقطع حضرتك في حاجه، طبعا عشان انا عارف ويمكن حضرتك شرفتنا اكتر من مره في برنامج كلنا مسؤول واستفدت، انما يمكن ساره قبل الهواء قالت لي ايه، سيبني عندي ثلاث اسئله عايزه ايه احذفهم للدكتور اشرف عشان برضه ايه منظمات العمل المجتمع. انما اعزائي المشاهدين، دعنا نتفق ان لو في كيانات حقيقيه موجوده على ارض الواقع، مش محاباه لارسم بسمه، مش محاباه لاشخاص، ولكن للكيان، لو في فعلا كيانات حقيقيه على ارض الواقع مثل هذا الكيان الموجود او الكيانات، عده الكيانات، كنا هنلاقي التطور، التغير، اليد باليد مع الدوله وفي ومؤسساتها في كل شيء، صح؟ صحيح. ادي شهاده لله عز وجل، انا مش بتكلم على امور او بتكلم على حاجات تانية، انا بتكلم على حقيقه، نفسنا كل الجمعيات، الكيانات الخدميه المجتمعيه تقوم بالدور ده. يمكن احنا متابعين مع دكتور اشرف باستمرار ما تقوم به جمعيه ارسم بسمه. يا ساره، لا، بامانه في غرب الاسكندريه، استاذ تامر في غرب الاسكندريه، واحنا نعرف يعني ايه غرب الاسكندريه. يمكن الاستاذ اشرف بيخلص غرب الاسكندريه وبيروح على كمان اسكندريه والاماكن. فانا هسيبك يا دكتور اشرف تكمل دور بقى، الدور والتوازي مع الدوله والتعاون مع الدوله من اجل الصالح العام. اتفضل يا دكتور. احنا بنركز على المناطق العشوائيه البعيده كل البعد عن الخدمات المباشره اللي ممكن تقدم للاماكن، خاصه الاماكن الحضريه اللي هي في قلب المدن. فاحنا بنركز على الاماكن المفترض ان هي محتاجه خدمات فعليه، محتاجه نقله ايجابيه، بنركز على المتسربين من التعليم، على الخدمات المتكامله اللي هي تهدف لتنميه الانسان، جانب التثقيفي وجانب التعليمي. في كيانات كبيره قوي في مصر، جمعيات عندها مؤسسات تعليميه ومؤسسات صحيه وطبيه وكده، بس ما بتركزش كل التركيز على المناطق اللي هي التعبانه جدا او المريضه جدا اللي محتاجه خدمات. طب بمناسبه بقى غرب الاسكندريه واسكندريه، حابين نعرض معانا تقرير من استغاثات اهالي العمريه اللي هو غرب الاسكندريه. نطلع مع زميلنا الاعلامي الجميل سيد عمران وفقره نبض الاسكندريه اللي تم استحداثها من خلال برنامج كلنا مسؤول، نبض الاسكندريه والاليوبيه وكده. هنطلع ان شاء الله نشوف التقرير وحضرتك معانا برضو تقول لنا ودوركم بقى ايه في هذا الامر. ان شاء الله. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقره نبض الاسكندريه، برنامج كلنا مسؤول. تحياتي للساده الزملاء الموجودين في الاستوديو. النهارده طبعا احنا بنقل يعني معاناه اهالي مدينه العمريه، خاصه في تحت كوبري عمريه بعدم وجود موقف، كذلك في القرى المجاوره بقرى النهضه، اكثر من 42 قريه ليس لديهم وسيله مواصلات، وادى ذلك الى يعني قله التعليم، لان المدرسين ما لقوش وسيله يطلع بيه الى المدرسه، كذلك المرضى ما بيلقوش وسيله ان هم يروحوا بيها
الى المستشفيات، فده هنشوف برضه من خلال لقائنا مع الاهالي، فتابعونا. عبدو سلامه من قريه العلا الغربيه بالنهر. حاج عبدو، بالنسبه لمشاكل القريه هنا ايه وايه اللي هي محتاجاها خصوصا في المواقف وعدم نقل الركاب من العمريه لهنا؟ هو ما فيش موقف ثابت للقريه وما فيش نقل عام للقريه، والطرق اصلا برضو هي تعبانه، ما فيش طرق مظبوطه. حتى المدرسين لما بيجوا للمدارس اللي موجوده في القريه ما بيعرفوش يوصلوا، في صعوبه في الوصول. ما بنطلعش غير في عربيات نص نقل في الشتاء، وده تعب علينا جامد، ما فيش نقل عام خالص. خدمات، جميع الخدمات ما فيش، محرومين منها، ما فيش خدمات خالص. فبنيجي عند كوبري العمرية طبعا، وما اقولكش تبقى تحت كوبري العمرية لا عارفين نلاقي مثلا عربيات لنا او مواقف عام او نقل عام او اي حاجة تنزلك النهضة عموما. وكمان مشكلة ان احنا هناك في العمرية مشكلة ازلية يا استاذ سيد. بالنسبة للتكدس اللي هناك مرور حاجة بشعة، يعني تلاقي مثلا حوادث، ده داخل ده طالع، مش حاجة مرسومة كده وخطة معروفة مثلا دي مكان او موقف، لا هو موقف على جنب ولا هو مثلا حاجة منظمة على جنب. تكدس اللي البياعين تحت الكوبري، بياعين سمك، بياعين فاكهة، بتوع الموبايلات، بتوع كل حاجة. فالمفروض يبقى في موقف كبير، موقف عام شامل للعمرية في مكان محترم زي الموقف جديد في اسكندرية، زي أي موقف في أي مكان محترم. وتحت كوبري العمرية لو لاحظت برضو يعني هتلاقي أكوام معلش من القمامة رهيبة، وحاجة يعني إيه محتاجة مسؤولين. والسيد المحافظ مشكور برضو، احنا عارفين إن هو ما شاء الله عليه شغله ما شاء الله، وراجل مش هنقول فيه في حقه غير كل خير. نظرة لتحت كوبري العمرية، تحت كوبري العمرية ده محتاج خطة شاملة. حقيقة يا استاذ علي على هذه برضو يعني هذه الكلمات التي ذكرتها، وخاصة تحكي عن المشاكل التي حدثت في منطقة العمرية، فعلا التكدس المروري، كذلك الحوادث، انتشار اللصوص، البائع الجائلين اللي بيحتل الطريق حتى العام، كمان لو عمل باترين او ما شابه ذلك كمان بياخد ايه مكان بعيد وشاسع وموجود في اي وقت، بيؤدي الى حجم اكبر او كارثه اكبر في التكدس المروري بالعمرية. اشكرك حقيقة على هذا اللقاء، وان شاء الله يستجيب السادة المسؤولين لهذه المطالب ان شاء الله باذن الله. وشكرا لحضرتك وعلى اهتمام حضرتك بالمشكله الكبيره دي اللي كلنا بنعاني منها من زمان. محمود فوز ابراهيم عطيف، من بقالنا 40 سنه يعني فتره التعليم بتاعته كلها، وخصوصا ايام الشتاء يعني ما كناش بنلاقي مواصلات ولا روح ولا رينجي، كلنا بنعاني من المشكلات دي بتاعه المواصلات والنقل العام، ونقل العام جه شهر وبعد كده فصل ما عادش بيجي بعد كده. طب لو رسالة أخيرة منك إلى السادة المسؤولين عموما يعني. والله بقول لهم اللي هم يبصوا لقرية العلا الغربية والقرى المجاورة، احنا هنا 27 قرية تكدس سكاني كبير خالص، بس ندعم السادة المسؤولين اللي هم يبصوا لنا ويعملوا اللازم يعني إن شاء الله يعني. بهذا أعزائي المشاهدين كان ده لقاءنا مع الأهالي مدينة العمرية، وبالأخص كمان في منطقة العلا ومنطقة النهضة أو قرى النهضة عموما. طبعا كما شاهدنا هم يعني وضحوا رسالة من السادة المسؤولين الاهتمام، نظرة اهتمام إلى السادة المسؤولين لحل تلك المشاكل، التكدس المروري أسفل كوبري العمرية الذي أدى إلى انتشار اللصوص وغيرهم، كمان تعدى يعني الباعة الجائلين على الطريق، كما كذلك عدم انتظام المرور بأكمله، كذلك انتشار الحوادث في تحت الكوبري، وايضا بالاضافه الى عدم وجود مواقف عامه او وسيله مواصلات في قرى النهضه التي تمثل اكثر من يعني 42 قريه. اشكركم زملائي في الاستوديو، وطبعا دي كانت نهايه فقره نبض الاسكندريه، وسجلناها بالتحديد مع اهالي الاسكندريه بالتحديد في منطقه العمريه. تحياتي لكم جميعا. السيد لازم نقدم الشكر لزميلنا الاعلامي الاستاذ سيد ابو العمران على التقرير المهم ده جدا جدا جدا. طيب دوركم انتوا بقى، اولا حتى الاهالي قالوا حاجه جميله جدا، وشكروا السيد المحافظ وشكروا السيد المحافظ. انا حابب برضو ان انا دوركم انتوا بقى كمنظمات مجتمع مدني في مثل هذا في القرى دي، خاصه المناطق العمريه هي تلت مساحه الاسكندريه، وفيها اكبر مساحه للتجمع للمناطق العشوائيه الموجوده في مستوى اسكندريه. تمام. الناس بتعاني من كل الخدمات ناقصه، طبعا مفيش مواصلات بشكل منتظم. كوبري العمريه نموذج سيء جدا للنماذج السيئه المفترض هي منتشره
في اماكن كتيره فيها تكدس، في البلطجه، في الزحام بشكل مش كويس كتير، في ان بتوع السمك بيفرش تحت كوبري بشكل عشوائي وهمجي واسواق في الفيديو صح؟ ما كانش طبيعي قوي على القطر مباشره يسمعوا زماره القطر يشيلوا السمك ويحطوا نفس المنظر، صحيا لا انت حضرتك ما قدرتوش تتدخلوا. دورنا احنا كجمعيه قمنا بعده بعد ظهور اللي هي جائحه كورونا، قمنا بعمليات توعيه وقمنا بتعقيم ورش. احنا من فترات متلاحقه مرتين في الشهر تقريبا بننزل بنعمل حمله تطهير وبننزل للناس وبنوعي وبنتكلم، بس دورنا احنا ما ينفعش، لازم دور من الدوله نفسها اللي تتحرك. احنا دورنا بيقتصر على ان احنا نحاول نوعي الناس ونطهر ونعقم ونعمل خدمات، لكن الفعل ما حاولتوش بقى توصلوا المسؤول مثلا ازاي يحل على المشكله. كلمنا مع السيد رئيس الحي السابق واتفقنا معاه وعملنا اليه تنفيذ، وهو راجل مشكورا معانا الاستاذ رمضان رئيس قسم التطهير في الحي، وشارك معانا في حملات متوازيه مع بعض، لكن الموضوع مش محتاج كده. طب دكتور اشرف معلش بس سؤال، قريه العلا تتبع عمريه اول ولا عمريه ثاني؟ عمريه اول. طيب احنا ان شاء الله هنتواصل برنامج كامل لنا مسؤول مع الاستاذ محمد الاستاذ محمد عبد الله اللي هو رئيس حي عمريه اول، والمهندس رمضان ان شاء الله ربنا برضه هتواصل معاه بسبب الايه. في حضرتك السيد مناطق قبل الطريق قبل السكه الحديد من بدءا من كوبري العمريه وانتهاء بالكينج، كل المناطق اللي هي قبل السكه الحديد دي بتعاني من التهميش، مفيش طريق ممهد يخدم الناس اللي موجوده قبل السكه خالص نهائي، كل المناطق اللي هي بدءا من ابراهيم صالح وانتهاء بالبريش يعني عايز يترسف كله، ومفيش طريق مهيئ للعربيات، الناس اللي عدد كبير من السكان ما عندهمش خدمات، ما عندهمش مستشفى قريبه منه، مفيش مدرسه، مفيش وحده صحيه، مفيش كل الكلام ده على مساحه لا تقل عن 5 6 كيلو ومفيش اي خدمه. ويمكن عشان كلنا مسؤول وبرنامجنا كلنا مسؤول اكيد، فاحنا هنحاول وهننزل وهنشكر برضه، لازم نشكر زميلنا السيد عمران بجد على تقريره الجميل، وبرضه هنقول له لا هنغطي وهننزل وكاميرا كلنا مسؤول هننزل ونتابع وهنتواصل مع المسؤولين وحضرتك برضه بجمعيتك عشان برضه دور الدوله مع دور المجتمع المدني من اجل الصالح العام. معلش انا اختم نقطة صغيرة. اتفضل اختم يا باشا. احنا عندنا جبنا مجموعة شباب المتعلمين ببدء من الثانوية العامة وخريجين كليات وكده. العدد موجود هناك قليل بالنسبة للجامعات. شباب الثانوي جمعنا مجموعة شباب وعملنا فرق متطوعين من أهل المناطق اللي هي العشوائية ديت. قاموا معانا بأدوار بيقوموا معانا بالخدمات، بيقوموا معانا بالأبحاث. بقينا طلعنا الجانب الايجابي منهم، لقينا ان عندهم استعداد يعدوا كتير ويعملوا كتير، بس محتاجين دور داعم من الدوله ان هي تاخد بايديهم وتوجههم صح. احنا كجمعيه او كمنظمات مجتمع مدني حاولنا، بس عشان امكانياتنا محدوده فمحتاجين الدعم الدوله لينا، دعم المعنوي وكمان الجانب الامني، لان احنا بنتعرض لامور كتيره قوي قوي. احنا بنتعامل مع فئات متنوعة من المجتمع، في من اللي بيتعامل معانا كويس وفي من بيتعامل بشكل غير كويس. احنا ككلنا مسؤول هنقدر ان شاء الله ننزل نخدم الناس، احنا اصلا كلنا مسؤول في خدمة الناس، وان شاء الله نقدر نجيب مسؤول ونحل المشكلة دي في اقرب وقت. نورتنا وشرفتنا جدا حبيبي يا دكتور اشرف، شرفتنا ونورتنا. دكتور اشرف رئيس مجلس ادارة جمعية ارسم بسمة، نورتنا وشرفتنا. شكرا استاذ اشرف. بيه خلاص. شكرا استاذ اشرف. دكتور اشرف نورتنا يا باشا، نورتنا. أعزائي المشاهدين وهنخرج فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، انتظرونا ما تروحوش بعيد. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة ثورة 23 يوليو، طبعا كلنا عارفين ان كل ثورة بيبقى ليها أسباب، تعالوا نتعرف على أسباب ثورة 23 يوليو. أول حاجة هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948 وفساد النظام الملكي اللي هو الملك فاروق واعوانه. دلوقتي يا استاذ تامر انت ممكن تعرفنا بقيه الاسباب اللي ادت لقيام الثوره 23 يوليو؟ تدهور الحاله الاقتصاديه وكثره الظلم من الملك فاروق، دي حاجه. الحاجه الثانيه مذبحه الاسماعيليه وقتل العشرات من رجال الشرطه وحرق القاهره، دي برضو. وحابب برضو جميل جدا جدا اللي احنا لازم نهني الساده المشاهدين بثوره 23 يوليو، ولابد ان احنا نقول نذكر الضباط الاحرار وما قاموا به في هذه الثوره من اجل بلدنا
من أجل بلدنا مصر. يمكن في المجمل مش عايزين برضو نقول أو نتناسى اللي كان هناك استمرار للاحتلال البريطاني لمصر وقعد مسافة كبيرة جدا جدا جدا، ده من ضمن برضو الأسباب لقيام الثورة. الملك فاروق وأتباعه والفساد اللي كان موجود والدنيا كانت وحالات الاقتصاد المتردية هسرة أمور كتيرة جدا جدا. لا وده كان سبب قيام ساعتها ثورة 23 يوليو. نعم أعزائي المشاهدين، هل حابب إن احنا نرحب معنا المواطن نادي النزيه من إويسنا معاه استغاثة هيعرضها علينا، وإن شاء الله رب العالمين بإذن الله كلنا مسؤول هيتواجد معاه وقلبا وقلبا من أجل الصالح العام. تفضل مشكلتك. محل تجاري يعني بلطجة باستمرار مغلق بقاله سنين، وصل الحال الامر ثواني بس اقطع حضرتك، انت دلوقتي بتقول المحل التجاري ده بتاع حضرتك يخصك؟ اه يخصني، ده خاصتي ملكك يعني معاك ورقه؟ اه ملكي. ملك ولا ايجار؟ لا ملك. يعني وصل الحال ان انا مش عارف افتحه، ولا بقالي سنين شهور. المشكله جت منين؟ المشكله حضرتك يعني مستثمرين البلد عاوزين ياخدوا المكان ده. طب المفروض ان لما بيبقى في مستثمر بيعوضوك مثلا بمبلغ مادي بيبقى باتفاق مع الطرفين. لا لا حضرتك، انا عايز اوضح حاجه، يعني ايه مستثمر؟ يعني المستثمر هياخد المنطقه كلها؟ المستثمر ولا بس ياخد المكان ده؟ يبقى بتقولش مستثمر، يبقى ده مش لا مستثمر. ده مش مستثمر. المستثمر في الدوله بيدي مبلغ بالتراضي مع الطرفين وبياخد ايوه المكان ده بيبقى تبع الدوله، ما ده مش مستثمر. مستثمر مقاول كده يعني؟ لا هو مقاول. طب انا مش عاوز ابيع، انا يعني عاوز اشغل محلي. يعني ده مكان يعني اكل عيش. وشايف ورق كتير، ايه ده ايه؟ اعرف برضو الساده المشاهدين موضوعك. ايوه حضرتك، في محاضر واواضي، وهم يعني وصل الامر حتى هم عليهم احكام، ما فيش حاجه تنفذ. يعني انت لجأت الاتجاه القانوني وخدت حكم؟ وخدت احكام. خدت احكام. انا في الاتجاه القانوني من 2014. ليه ما تنفذتش؟ 2014 ماشي في اجراءات القانون. هو ايه اللي هم بيعملوه معاك بالظبط؟ عشان احنا برضو مش اللي هم بيعملوه معايا. الاقي 20 واحد جايين يتخانقوا معايا في مكاني. في المحل مكاني. انت المحل مقيم فعلا فيه بضاعه وشغال ولا مقفول؟ من 2014 لغايه الان اصبح ما بقاش فيه حاجه خالص. يعني بقى عباره عن مكان مقفول. طب ارفع الصور بس كده للكاميرا، ارفع المحاضر للكاميرا بعد اذنك. المحاضر ايوه، الورق كل اللي بتتكلم عليه. ايوه مش عارف حتى اوضبه او انت معاك خدت احكام لصالحك صح؟ وليه الاحكام ارفع برضو ارفع يعني الاحكام ديت خلاص هم خدوا حكم ان هم ما يتعرضوا لكش ولا ايه؟ برضو فهمنا اكتر. مفيش حاجه تتنفذ. هو خد يعني حكم عليهم. مفيش اي اجراء بيتاخد بس في حكم. بس في الحكم ده انت خدته. سؤال، ان هم ما يتعرضوا بفتح المحل ولا دي محاضر بينك وبين الناس ولا ايه؟ لا دي تعدي. ده تعدي وتكسير وبلطجه على المحل نفسه. على المحل نفسه. ودي المحاضر دي. يمكن اعزائي المشاهدين يمكن زي ما احنا شايفين ديت صور المحاضر بتاع الاستاذ نزيه وهو بيعرض الايه، بيعرض مشكلته. جميل. ومعاه احكام. ما يعني حتى اليوم برضو نفس ال ما فيش حد بيساعدك. طيب يعني طلع الورق، بلاش طلع الورق الثاني كده اللي هو فيه مين اللي هيساعدني حضرتك؟ يعني انا بروح يعني هم مستقصدين مكانك انت بس ولا كذا مكان؟ عشان بس ابقى مشكله يعني معاك انت بس ولا مع كله؟ هو مكاني انا بس. مكانك موقعه جامد يعني الدرجه دي؟ هو الشارع التجاري بتاع البلد. الشارع التجاري. يبقى تجار. عشان كده بيبقى عليه العين على طول. جميل. طب انا قفلته وشغال في العاشر من رمضان. انا قفلت المكان، ما هو خلاص المكان اصبح اصل ده مكان تجاره، يعني اي بلطجه اي حاجه تجاري بيتقفل بقى. طب خلاص. طب المفروض ان يبقى في الشارع التجاري ده ناس واقفه لحمايه الشارع، يعني امن، حصل مشكله حاجه، هل ما واجهتش ان حد جه ووقف وقال لك اي مشكله فيها ايه كده؟ لا حضرتك الناس دي ما تحاسبش. لا لا خلي الورق بس بتاع الحكم ده اللي انت واخده، ازوره قدام الكاميرا. الناس دي ما بتحاسبش. الورقه الثانيه دي كده. لا هو ما اعترضي وطبعا وتحفظي على الورق. مش حد ما بيحفظش. ده الورق برضه كل حاجه انت وريتهولي دلوقتي في كل حاجه. الناس دي ماشيه بمقوله
ما فيش حد ما بيتحاسبش، اصل احنا في ضد القانون. لا حضرتك، أيوة. حضرتك ده الواقع اللي انا عايشه. نعم. انا ماليش دعوه حضرتك، انا القانون على دماغي وانا ماشي في دلوقتي القانون. انت لما رحت للقانون ما هو عملوا لك اجراءاتك وكل حاجه. انت لو رحت جبت مثلا سي عسكري وعسكري مين اللي هيطلع لي عسكري؟ استاذنك استاذنك ارفع دورك كده برضه للكاميرا. دلوقتي انت بتقول ده الملف بتاعك برضه هم اللي ايه، واستاذنك برضه ترد على الاستاذه ساره في الكلام. دلوقتي انت بتقول ان انت جبت عدم تعرض، عدم تعرض ده ان انا دلوقتي رحت قلت ان انت تعرضت لي، فطبيعي لازم يطلعوا حد معايا، اصل انت خلاص معاك حكم ما دام حكم صادر. لا محدش بيطلع لي حد معايا حضرتك. طيب وادي النتيجه. أيوة. دي حضرتك تحريات نهائيه. ثبتها بس. ثبتها على الكاميرا. المكان كله متكسر وبنيل الحيطه في نص المحل حيطه. يعني احنا وصلنا الامر بقى في حيطان كمان يعني. نعم. بنوا لك حته في نص المحل. حضرتك اهو. هم حضرتك ما بلغتش؟ لا بلغت. ده بعد اذنك كده؟ ده قرار ايه؟ ده حكم محكمه، في حكم محكمه. قرار النيابه العامه حكم محكمه نهائي حبس المتهمين لانهم كسروا واتلفوا وبناء جدار. وانت عارف اسامي المتهمين؟ نعم. عارف اسامي المتهمين؟ كل حاجه مكتوبه في الحكم. تمام بغض النظر. تمام جدا جدا. احنا يمكن عارضين للساده المشاهدين كل ما يخص المواطن. دي احكام طبعا انت واخدها. طيب حابب تناشد مين لموضوعك؟ السيد اللواء مدير امن محافظه المنوفيه. نعم. معالي السيد وزير الداخليه. طيب معالي السيد وزير. واحنا كلنا كل حاجه حضرتك وصلنا. واحنا كبرنامج كلنا مسؤول. بنقول لك ان بالقانون اللي معاك هيتم تنفيذه، واحنا معاك وكل الناس كل الدنيا بلا استثناء. طول ما انت معاك حق وماشي بالقانون هتاخد وقتك. كلنا مسؤول ولا يا ساره؟ طبعا احنا كلنا مسؤول عن خدمه. أيوه. المواطن وان احنا ان شاء الله نقدر نساعدك. ما دام انت جبت الورق ومشيت في السكه القانونيه يبقى خلاص. دايما البلطجه ده عصر وبينتهي، اما القائم هو الدوله. كل حد بياخد يعني حسابه وبيتحاسب كله مش وكلنا مسؤول. ايوه وكلنا مسؤول احنا. على قد ما نقدر نتواصل مع مسؤول يحل مشكله حضرتك في اقرب وقت. وانا اتواجد برضو معاك وانا اتواجد معاك لان ده حق والدوله ادتك الحق والقانون اداك الحق والقضاء اداك الحق فلازم ينفذ. لازم ينفذ ولا يا استاذ؟ طبعا. وبنضم صوتنا لصوت الاستاذ نادر. وبنشوف المسؤول ان شاء الله باذن الله. يا ريت مشكله الاستاذ نادر تتحل واحنا متابعين ليها. واحنا عارفين ان احنا دوله قانون احنا هنتابع فيها مع حضرتك ان شاء الله رب العالمين. اعزائي المشاهدين هنخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم نستقبل ضيوفنا الموجودين معنا في الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في ذلك المكان والذي كان يعج بالعديد من المواطنين في جميع اوقات السنه، انه قريه مرجانه القناطر الخيريه. قرية مرجانة القناطر الخيرية مكان وصرح سياحي ويطل على إشراقة وصفحة من صفحات نيلنا الخالد، ولا أسمع سوى صياح الغربان. ونقلا بالصوت والصورة على أرض الواقع، ذلك وتلك المشاهد التي نلتقطها عبر كاميرا برنامج كلنا مسؤول. هذا المكان كان يدعى كازينو قرية مرجانة القناطر الخيرية، وفي الخلف ده ما يقال عليه الريسبشن أو الإدارة التي كانت لقرية مرجانة السياحية، وكان يعتليها أحد المسارح التي كانت تعمل ليلا ونهارا. وأيضا كان هناك في تلك المنطقة حماما للسباحة، وكان أيضا تقام عليه الحفلات والعديد من المناسبات كليالي التلفزيون وليالي أضواء المدينة. بالفعل الخراب يعم تلك القرية، إنها قرية مرجانة. محلات كانت عامرة بين البازار والمطعم والأنتيكات والهدايا التذكارية، شاليهات على اليسار كانت تحمل أسماء رنانة للنجوم والفنانين
وأسماء بعض الفراعنة. بالفعل المشهد مشين، على الجانبين مشهد تدمع له العين، ونحن في ذلك التوقيت ندعو السادة المسؤولين لمشاركتنا إما بالحل أو بالرد على استفساراتنا واستفسارات المستغيثين من أبناء مدينة القناطر الخيرية الذين كانوا ينتفعون بفتح بيوتهم من أجل قوت عيشهم من خلال قرية مرجانة السياحية القناطر الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الكرام، مشاهدي برنامج كلنا مسؤول، النهارده لنا لقاء مع احد قائدي الحنطور في مدينه القناطر الخيريه. يا ترى بتعاني من ايه في مدينه القناطر الخيريه وانت تركب عربيه الحنطور اللي بتقتات منها؟ حضرتك بنعاني، كان في بواخر بتيجي هنا، بواخر ورحل، دلوقتي ما فيش اي حاجه بتيجي. زي ما انت شايف كده، كان احلى مكان في القناطر اسمها قريه مرجانه السياحيه. المكان ده كان محلات زي ما انت شايف كده، وكازانو عنين، كل ده كنا بنشتغل. من ساعه ما دي اتقفلت حضرتك زي ما انت شايف كده بقطر عامل، من ساعه الكورونا برده كان بيجي لنا برده ناس سعوديين وكويت بيجوا يتفسحوا هنا، من ساعه الكورونا برده، بس الحمد لله بقى احسن من الاول، يعني بدات تتحرك والحمد لله نحمد الله. تفتكر الحل هيكون عند مين؟ الحل حضرتك يعني ابعتوا لنا البواخر من الساحل زي الاول، والاتوبيسات النهر اللي بتيجي من التحرير، ساحل رود الفرج قصدك؟ دي بآخر كانت بتيجي هنا برضو، كانت بتعمل حس برضو، كانت بتجيب مصريين وعرب وكده، انت فاهم ازاي؟ وبرضو يبعتوا النهر برضو. من ساعة الكورونا بقالنا سنتين مفيش باخرة بتيجي ولا نهر ولا اي حاجة، الباخر ودي كل كده كان الناس بتاكل عيش منها. كنت بتكسب قبل كده من جراء ومن من 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 عملك في قرية مرجانة السياحية؟ الحمد لله كنا بنكسب وكانت الدنيا ماشية. دلوقتي انت عايش ازاي؟ دلوقتي والله ارزاق بتاعت ربنا، ربنا مستاش حد، يعني برضو الواحد بيطلع يجيب مصاريفه ويجيب اكل الخيل، مش عايز الواحد غير كده، مصاريفه واكل الخيل بس. اعزائي المسؤولين، تلك كانت رسالة قائد العرب الحنطور في مدينة القناطر الخيرية. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع فقراتنا في برنامج كلنا مسؤول، ودلوقتي معانا استاذ محمود وهيب في فقره نبض القليوبيه. اهلا بك يا استاذ محمود. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج كلنا مسؤول على طبعا قناتنا الجميله الصح والجمال. برحب بك استاذه ساره، برحب بحضرتك الاستاذ سيد خليفه كتاب الصحفي. حبيبي محمود بجد والله فقره بيستناها الكثير والكثير من القليوبيه ومن القناطر الخيريه بجد، لانها فحواها، والتقرير اللي تم عرضه الان من خلال حضرتك بجد انا بحييك عليه. احنا تاثرنا لدرجه انا حسيت ان انت مش النفس، لا ده انت بتئن، حاسس بانين حضرتك. 30 سنه يا فندم، 30 سنه متوقفه عن العمل. قريه مرجانه كانت فاتحه ابوابها للعديد من المواطنين، سواء زوار سواء مؤجري الخيل، العجل، المراكب، حاجات كتير جدا يا استاذ سيد. وطبعا هذا ما وصلنا اليه، ولكن عايزين نعرف لماذا توقفت قرية مرجانة القناطر الخيرية، القرية السياحية التي بدأت من الستينات، ما يقرب من 30 عاما هذه الفترة. بس كنا عايزين نسأل حضرتك على حاجة، هو بيقولوا إن في تقدم هيحصل في القناطر الفترة الجاية وإن القرية هتتجدد وكله، ولا؟ بالفعل نحن في هذا، في انتظار هذا التخطيط وهذا العمران، ولا نرفضه. احنا يا أهلا ومرحبا بيه، ولكن احنا عايزين ما نتوقفش عن الركب. يعني أنا عندنا دلوقتي الاتجاه وصل للساحل الشمالي، وصل لأماكن أخرى، مش عايزين نقول القناطر الخيرية اللي كان بيأمها الناس، الأماكن بالفعل كانت بتعج بالسادة المواطنين من كافة المحافظات ومن جميع أنحاء العالم. ويمكن محمود بين الأماكن دي كمان كنا بنروح بجد، نروح نتفسح فيها، فسحة الفقير. ولسه لحد الآن ولسه لحد الآن الأماكن كلها مفتوحة للفسح والخروجات والجناين، الأماكن كلها روعة، هي بس في شوية أماكن هم مهملين فيها. 10 حدائق تبنتهم وزارة الري، وطبعا ال10 حدائق دولت على مساحات شاسعة، الجماهير طبعا بتيجي في كافة المناسبات
عندنا دلوقتي الحدائق بأشكال وأنماط جديدة، الحديقة بقى فيها المسرح، بقى فيها الحيوانات المتحركة بالأصوات، أسوة بالماجيك لاند والحاجات الجميلة ديت، شلالات، بحيرة صناعية، الملاهي بأنواعها بأشكال مختلفة. ولكن نفتقر إلى وجود الشاليه، الإقامة، السياحة الداخلية، السياحة الخارجية، هذا ما نسعى إليه داخل القناطر الخيرية الآن. وتلك القرية التي بدأت طبعا، أنا شايف أن القرية هي اللي فضلة، هي المكان الوحيد اللي فضل في مدينة القناطر الخيرية أن يهتم به، ولابد أن تصوب الأعين تجاه هذا المكان للنهضة به مرة أخرى وإعادته إلى كيانه، إلى مكان عالي. ونضم صوتنا لصوتك محمود بيه، ونتمنى إن شاء الله رب العالمين أن هذا المكان الجميل اللي احنا كلنا بنروح نصيف عنده ونتفسح فيه وبنلف فيه. نصيف وشتاء يا سيد بيه؟ لا ده شتاء روعة في القناطر طبعا. يمكن الشتاء في اسكندرية. طبعا حابين أعزائي المشاهدين كمان أن احنا نرحب بالحاج إبراهيم سرايا من قرية البرادعة ومحافظة مركز القناطر محافظة الأليوبية، وهو أقدم ترسي. احنا برضو مدام الاليوبيه يبقى هنخليها مع مين؟ مع الاستاذ محمود والاستاذة ساره. تاخدوا مع مين؟ مع الحاج ابراهيم سراي. شرفتنا ونورتنا يا حاج ابراهيم. اهلا بيك، شرفتنا ونورتنا. استاذ محمود وهيب والاستاذ، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا حاج ابراهيم سراي، ومن اقدم صناع الجلباب البلدي في محافظه القليوبيه ابا عن جد. وطبعا محور حديثنا النهارده مشاهدينا الاعزاء مع الحاج ابراهيم سراي هيكون الجلباب البلدي بين الماضي والحاضر. حضرتك الجلابيه زمان كان شكلها ايه؟ طيب ودلوقتي بقى شكلها ايه؟ قبل ما تجاوب يا حاج ابراهيم، بس معانا مكالمه مداخله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بصراحه عندي مشكله صحيه ممكن اعرضها؟ تحت امرك، اتفضلي يا فندم. كلنا برنامج، كلنا مسؤول تحت امرك، اتفضلي يا فندم. الحقيقه انا مدرسه، ويعني بشتكي من في كسر حصل في عظام الحوض سنه 2006، والكسر دوت في العظم الداخلي مش في المفصل، ولم لوحده بعد حوالي 3 4 شهور. بس بعد كده لاحظت ان العظم بدا يتآكل ويختفي. عملت اشعه عاديه، وعملت اشعه مسح ذري، وعملت مقطعيه ورنين ودلالات اورام، لان كانوا شاكين ان يكون في مثلا زي حاجه ورم او كده. فطلع كل الحاجات دي يعني كويسه، وما فيش اي حاجه، وتحليل الدم كويسه. والدكاتره نفسها مستغربه ان الحاله ديت، بيقول لي دي نادره، حاله نادره ما حصلتش قبل كده، ما شافوهاش. وبدا التآكل يزيد. والمطلوب يا فندم، والمطلوب يا فندم، بس اتعرض على يعني استشاري عظام، يعني استشاري كويس يعني يعالجني او يعرف الحاله دي سببها ايه. يعني كل طلبك استشاري؟ كل طلبك استشاري فقط؟ دكتور عظام، استشاري دكتور عظام. هو انت حضرتك منين؟ انا بورسعيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. طيب هل استاذنك ان انت هتسيبي رقمك مع اي حد، والكنترول هيتابع معاكي، وان شاء الله رب العالمين في الحلقه القادمه هيكون ان شاء الله برنامج كلنا مسؤول اوجد الحل، واوجد لحضرتك الاستشاري، استشاري العظام، صح صح؟ استشاري العظام. محمود بيه؟ معلش يا استاذ حضرتك، هو انت المشكله اللي عندك ضمور في العظم؟ تآكل وصل لسنتين العظم في الحوض. هي عايزه استشاري فنتين. طب يا فندم ان شاء الله رب العالمين باذن الله، ان شاء الله انتظري منا تليفون، احنا كده كده اخواتنا في الكنترول هيتعاملوا مع حضرتك، وان شاء الله الحلقه القادمه هنبشرك بوجود ان شاء الله الاستشاري العظام. شكرا يا فندم. مشاهدينا الاعزاء، عوده مره اخرى للجلباب البلدي، وطبعا هنسال الحاج ابراهيم سرايا عن مراحل التطور للجلابيه البلدي بين الماضي والحاضر. بنرحب بيك حاج ابراهيم، ويا ريت حضرتك بقى تعرفنا الجلابيه كان شكلها ايه زمان ودلوقتي بقى وضعها ايه. الجلابيه زمان كانت كلها بتبقى اياطين وكمام على شرايط والكلام ده. اياطين يعني جمع اطان. اطان. وطبعا كان الاغلبيه بتلبسه الاول بلد، ما كانش فيه الاول، كانت المكنه بتشتغل بالرجل. كانش بتشتغل قبل الكهرباء. قبل الكهرباء تمام، بنشتغل على الرجل. لما الكهرباء اتطورت بقى والكفافه دي والكلام ده كله، بقت العمليه يعني دلوقتي اتغيرت. يعني الناس بقت لا يا حاج ابراهيم، قبل ما تكلمنا عن دلوقتي ولا يا ساره، كلمنا عن بدايتك انت، يعني انت يعني نشاتك كانت ازاي؟ والدك كان خياط، جدك ولا انت اللي كنت؟ احنا عندنا ابا عن جدا عن جدا. البدايه يعني حتى كمان الخياطه بتبقى وراثه. هو بيقول لك اللي ابوه دكتور بيطلع.
احنا عندنا ناس، انا بدات في 74، انا كان عندي 9 سنين. بتمسك جلابيه بتقصها وتخيطها؟ لا انا مسكت المقص كان عندي 10 سنين. كان اخويا الاستاذ جميل سرايا هو يعني بيعتبر اول جلابيه اعملها كنت اعملها له. الله الله. يعني هو شجعني كمان اساسا، جاب حته القماشه وقعد قدامي وقال لي هتقصها. يعني لسه كنا عندي 10 سنين. تمام. وقصيتها والحمد لله ربنا وفقنا وصارت بقى من ساعتها. طيب حضرتك كنت قلقان ساعتها وانت في مقتبل عمرك، انت في الطفوله طبعا، يعني حاجه بتبقى لسه انت جديده عليك انك انت لسه بس صغير. حسيت بفرحه واديتك تطلع للامام؟ طبعا وانا اصلا حاببها صغري، اصل دي حب. مين جمهورك يعني، جمهورك زمان وجمهورك دلوقتي للجلابيه البلدي؟ كتير. يعني زمان كان بنقول الفلاحين بتلبس الجلابيه. أيوة. البلدي. لا دلوقتي الفلاحين وهو من نوعات الناس، مش الفلاحين بس بتلبس ده. في ناس معلش، ناس مش الشارين بتلبس وناس قضاه بتلبس. بس دلوقتي الوضع اتغير، يعني بما ان التقدم اللي حصل ما بقاش، يعني اكيد الشغل قل عندك، علشان زمان كان ناس كتير قوي بتلبسها. ما كانش حد بيلبس الرنجات الاول. البدايه ما كانش اي الملابس الجاهزه كان نفتقر اليها جميعا. وفي انا حابب بس انوه بحاجه اعزائي المشاهدين، ان ان شاء الله ربنا في فقره جديده مع الاعلاميه ماري برسبي اسمها مع الناس، ان شاء الله بدايه من الحلقه القادمه ان شاء الله رب العالمين ادي فقرتها هتكون بعنوان مع الناس. ده شيء جميل وبنتشرف بيها اعلاميتنا الجميله مريم رسمي، بجد بتساهم معانا اسهامات خطيره في كافه الـ الاماكن في محافظه القليوبيه، بتغطي معانا تغطيات شاسعه. شكرا جزيلا لهذه الاضافه، واهلا ومرحبا باستاذتنا الاعلاميه مريم رسمي. طبعا استاذه مريم هتنورنا هتشرفنا بجد، استاذتنا كلنا، واحنا كنا بنتعلم منك وانت حاجه جميله جدا، وان شاء الله تضيف لنا حاجه جديده للبرنامج، وان شاء الله حاجه احسن متطلع باذن الله. عوده مره اخرى للجلباب البلدي. بجد الكلام مع حضرتك ممتع. الجلابيه كانت زمان بتتعمل باليدوي. ايه الفرق ما بين اليدوي والمكنه؟ هو دي بتبقى اليدوي ده اللي هو هاند ميد. لا الهاند ميد تمسكي بالابره. لا انت بتشغلي بالابره يعني، هي هاند ميد. هاند ميد. احنا معانا برضو تقرير لعم ابراهيم. خلاص يا ريت نشوف. تتكلم يعني، انا راضي وانت بتتكلم. كمل يا عم ابراهيم. طبعا انت تختلف، انت بتقعد تشتغل في الجلابيه، كنت بتقعد تشتغل فيها طول النهار. ايوه جلابيه، لكن المكنه بتختصر. فدلوقتي في ناس بقت تختصر وتقول لك اعملها لي مكنه. لكن يعني اول كان كفافه كفافه. زبون الكفافه او الهاند ميد ده اللي هو اللي حضرتك تقصده ان هو الكفافه، هل الزبون ده مستمر معاك الى الان عايزها اليدوي؟ أيوة طبعاً. وبيحدد طبعا الغرزه، عايز غرزه ضيقه وغرزه أيوة واسعه. الحاجات الناس دي الناس ما زالت كانت بتجيب القماشه الحته كلها ب 10 جنيه وكانت تقول لك كفها لي. ده سنه كام ده؟ ده الكلام ده في 85. عم ابراهيم 85 من حسابك اللي كلنا مسؤوله، هيجي المحل عندك ونقف ونشتغل ازاي؟ يا باشا احنا تحت امرك يا استاذ سيد. انا عايزه جلابيه بناتي لو سمحت. هنعمل لك، احنا بنشغل برضك في ما شاء الله يعمل لاعبي الحريم. طيب احمد هنطلع الاول استاذ ساره هتختمي، هيختم وهنطلع واحنا نختم هنتفرج على التقرير بتاعك. نورتنا جدا يا استاذ. الله يخليك. نورتنا وشرفتنا. بس انا حابب ان انا اكلم كلمه واحده بس. اتفضل يا حاج ابراهيم. يعني احنا عندنا قريه البرابعه وتعتبر من اكبر القرى في لا صرف صحي. معلش لا صرف صحي ولا ميه ولا اي حاجه. قطعت حضرتك، احنا بنشتري الميه احنا الحلقه اللي فاتت جبنا المسؤول واتكلم وقال ان شاء الله يحل المشكله في عرض. ما احنا بقى لنا كام سنه ما فيش حد بيحل لنا. استاذ ابراهيم الاستاذ فاصل، اتفرج بقى على التقرير بتاع حضرتك ونختم اعزائي المشاهدين. مشاهدينا الكرام، نختتم الجلباب البلدي بين الماضي والحاضر. شكرا جزيلا الحاج ابراهيم سرايا، نورتنا من خلال برنامج كلنا مسؤول قناه الصحه والجمال. نورتنا. اهلا وسهلا. خلاص اشتغل بقى، جايبها اهو. يلا دي برضو دي برضو ولا ازيد؟ ها؟